مساء الخير. أجواء خريفية متقلبة عم بتسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مع حرارة معتدلة على الساحل بساعات النهار ومنخفضة خلال الليل، خصوصا بالمناطق الجبلية الشمالية والبقعية، حيث عم تتدنى دون الصفر بساعات الليل والفجر. أما الرطوبة عالية، البحر متوسط الموج وحرارة مياهه 23 درجة، والليلة طقسنا رح يكون غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، مع استقرار بدرجات الحرارة اللي بتبقى ضمن معدلات السنة وتساقط بعض الأمطار بالمناطق البقعية وثلوج على المرتفعات الشرقية. لبكرة التنين بيبدأ أسبوعنا بطقس غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار محلية على الساحل بدءا من بعد الظهر وثلوج على الجبال، ورح يستمر تساقط الأمطار حتى الأربعاء المقبل، مع نسبة تساقط الأمطار بالمناطق الجنوبية من أيلول حتى اليوم تخطت المعدل السنوي 71 ملمتر. السنة الماضية كانت 40 ملمتر والمعدل العام 35 ملمتر. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 16، على المرتفعات 11، بالبقاع 3 والأرز درجة تحت الصفر، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل بكرة ببعض المناطق اللبنانية 18 بالقبيات، مع هطول للأمطار بمعظم المناطق اللبنانية، برمانة 18، الدمان 16، وصور 20. الرطوبة بتتراوح بين 40 و75%، حرارة سطح الماء 23 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، رياح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس لبكرة واليومين اللي جايين؟ ف16 21، الثلاثة 15 20، والأربعة 15 20، مع هطول للأمطار. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 16، طرابلس 20، رباط 23، برلين 6. وهيدا كان كل شيء. باي.